إذا متابعي جريدة فرنسا من داخل المغرب وخارج المغرب، الآن نحن نوجد على المعبر الحدودي الكركرات الذي يفصل جنوب المملكة المغربية والمنطقة العازلة اللي هي الكركرات. قبل ما ندخل المنطقة الأخرى للكركرات التي تم تحريرها من قبل الجيش المغربي يوم الجمعة الفائت، طبعا أن مجموعة من التجار الموجودين هنا كانت يعني خسروا كثيرا في الجانب الاقتصادي. غادي نشوفوا مجموعة ديال التجار هنا ما هو الأثر الجانب الاقتصادي من قطع هذا المعبر. هذا إذا معنا هنا معنا حسن اللي هو يعني شيف كويزين وعنده واحد متجر. الأثر ديال الجانب الاقتصادي بعدما تمت ميليشيات البوليزاريو وقطع هذا المعبر هذا اللي كيربط المغرب بين عمقه الإفريقي. تفضل سي حسن. يا سيدينا، الأثر الاقتصادي كيتجلى في أنه الشاحنات اللي كانوا جايين من إفريقيا هنا من موريتانيا وداكشي تما بقاو تماك ما دخلوش عندنا، حنا كنستافدو معاهم وكن نجدو لهم الماكله ديالهم كيعيطونا وداكشي وما تلاش خلوهم يدوزوا لهنا. وهادو اللي هنا يعني هادوك الناس قبل ما يوصلوا لهنا بكيلومترات تقول لك وجه ديال العشاء مثلا او الغداء او شي حاجه، يا حنا كنقدموا لهم الخدمات ديالهم تنطيبوا لهم وتنجدو لهم الماكله ديالهم وجميع اللوازم اللي تيخصهم في الطريق وداكشي، وما وصلوناش مع كاين هذوك الناس قاطعوا الطريق تماك وما استفدناش معهم. يلا كانوا هذو اللي جايين هنا حتى هما كانوا جايين وبقاو مساكن هنا واحد 20 يوم ولا ما عرفت شحال هنا حتى يصيروا داك الشيء ما دازوش ما والو. يعني هذو هما الاثار الاقتصاديه السلبيه اللي كاينه في ديك المستوى الاقتصادي بالنسبه للمستوى الاقتصادي. شكرا سي حسن. ما تنساوش تابوناو لاشين بناصا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.